جاوب شوية أسئلة. واحد بيسأل في عبارة مولود غير مخلوق التي قيلت عن السيد المسيح في قانون الإيمان، وبيقول ما الخلاف بين خلق آدم وتجسد المسيح؟ طبعا خلق آدم اتخلق من تراب ونفخ فيه الرب نسمة حياة. بالنسبة للسيد المسيح يعتبر مولود لأنه من نسل الإنسان، عشان كده بيقول لقبوا ابن الإنسان، مولود من العذراء مريم ومن الروح القدس. ففي طبيعته البشرية انه نسل الإنسان الأول اللي هو آدم وحواء لكي يحمل خطية وعقوبة آدم وحواء. لكن آدم ما كانش فيه في تركيبه في خلقه أي خليقة بشرية أخرى، ده هو البشر الأول. أما عبارة مولود غير مخلوق فدي من الناحية اللاهوتية، من الناحية اللاهوتية مولود من الآب قبل كل الدهور وغير مخلوق، لكن من الناحية الناسوتية تجسد من الروح.